نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية للنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تحرص وزارة الداخلية على عقد ندوات دينية وتثقيفية لتقويم سلوكيات النزلاء. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور نخبة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف الذين أثنوا على هذا التوجه من وزارة الداخلية. حديث القرآن عن شهر رمضان قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أوصيكم بالقرآن خيرا. كلام ربنا، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ما فيش مقارنة. رقم واحد المصحف. الندوة تأتي في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كأحد مرتكزات السياسة العقابية الحديثة، وهي فرصة ليتعرف النزلاء على فضل الشهر الكريم ويتعلموا المفاهيم الدينية الصحيحة. استفدت منها حاجات كتير في الندوة بتاعت النهاردة، الصبر على الابتلاء، ازاي اخرج اواجه المشاكل بتاعتي، اتعلمت منها حاجات كتير انا ما كنتش عارفها برضه. وبننمي معلوماتنا الدينية، بنقدر نسأل علماء، بنشوفهم في التلفزيون بيجوا لحد النزلاء وبنسألهم وبيردوا علينا وبنستفاد من علمهم. كلنا نخطئ، احنا بشر، لكن الفارق بين الإنسان الذي يحب الله ويحبه إنه إذا أخطأ رجع. تسهم هذه الندوات في الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية لدى النزلاء، وتؤكد على نجاح البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تطبق والتي تراعي معايير حقوق الإنسان، بل وتساعد على سرعة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم. صلاة الله قدسي سناها الله الله، صلاة الله قدسي سناها الله الله، من المولى على المختار طه الله الله. الندوات الدينية اللي احنا بنحضرها على طول بتدينا طاقة إيجابية ان انا اخرج من هنا ابقى عارفة اواجه اللي بره. استفدت ان انا اكون انسان سوي وانسان منتظم، وأحافظ على أمور ديني وأحافظ على مجتمعي ووطني وبلدي. أشكر سيادة الرئيس على مراكز وإصلاح تأهيل اللي عملها جديدة في حياة أدمية. الندوات اللي بتتعمل هنا حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، بنتعلم حاجات دينية كتير. اللي بيعجبني في هذا الشأن اهتمام وزارة الداخلية بالمواهب اللي عند النزلاء وتيسير الصعاب لهم. هو بيؤدي فترة، الفترة دي بيتم إصلاحه وتأهيله من جديد وبيخرج للمجتمع عضو صالح داخل المجتمع، فده شيء طيب. هذه الندوات ومع حرص الوزارة على إقامتها بصفة دورية أحدثت نقلة نوعية في فكر وسلوك النزلاء، حيث تسمو بالأخلاق وتؤهلهم للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. هذه المراكز التي أصبحت منارة علمية وثقافية واجتماعية، وأصبحت يعني شعلة نشاط في كل المجالات، فهذا العمل عمل ممدوح وعمل يؤجر عليه من قام به. فقد حولها إلى مؤسسة يدخل فيها الإنسان مخطئا ليعود صالحا، يتعامل مع الحياة انطلاقا من الأخوة الإنسانية والمحبة للجميع. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن، اللهم آمين. هذه الندوات الثقافية والدينية التي يقيمها قطاع الحماية المجتمعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصفة دورية تسهم في الارتقاء بسلوكياتهم وتؤهلهم للاندماج في المجتمع أعضاء صالحين لبداية حياة جديدة لهم، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة، تأهيل وإصلاح النزلاء للاندماج في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.